مشاهدينا، تعد كلية الصحة العامة بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت الأحدث في مسيرة الجامعة، لتصبح الكلية 17 والخامسة بمركز العلوم الطبية الذي يضم كليات الطب، العلوم الطبية المساعدة، الأسنان، الصيدلة. بالضبط. وحول أهمية الكلية وأبرز تخصصاتها يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ عبد الله ناصر صفر، مدرس مساعد في قسم البيئة والصحة المهنية في كلية الصحة العامة بجامعة الكويت، والأستاذ مشاري القلاف طالب ماجستير في تخصص الصحة المهنية والبيئية. لكن اللقاء الأجمل أكيد راح يكون بعد هذا التقرير. تعد الصحة العامة أفضل وسيلة لتنفيذ السياسات الصحية على جميع المستويات، لذلك تركز كلية الصحة العامة على المجتمع لتعزيز قدرتها بتوفير الصحة وحمايته ووقايته من الأمراض. وأنشئت كلية الصحة العامة بناء على المرسوم الأميري رقم 307 في نوفمبر عام 2013، لتكون الكلية الخامسة بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت، حيث تسبقها كليات الطب، العلوم الطبية المساعدة، الصيدلة، وطب الأسنان. وتسعى كلية الصحة العامة لجذب وتدريب خبراء المستقبل في مجال الصحة العامة ودراسة المجتمع وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال الصحة المهنية. جدد لكم التحية ونبدأ مباشرة بالحوار مع ضيفينا. نبدأ مع الأستاذ عبد الله. خلينا نتكلم في البداية عن موضوع الصحة، هل هو مقتصر فقط على وزارة الصحة ولا ممكن يكون في جهات أخرى مهتمة في هذا الشأن؟ نعم، أول شيء أصبح عليكم بالخير يا مرحبا أنت والسادة المشاهدين. وبالنسبة للسؤال اللي حضرتك طرحته، طبعا لازم نعرف شغلة أساسية، عمرها الصحة ما كانت مقترنة بزمان أو مكان. صحيح. يعني إحنا ما نقدر نقول أن الصحة العامة مقتصرة على بس وزارة الصحة. الصحة مرتبطة بالفرد نفسه وما يحيط فيه، سواء الفرد هذا كان بالدوام، سواء كان في البيت، حتى لو كان بالسيارة، شنو الأشياء اللي محيطة فيه، هذه كلها ترجع عليه سواء بالإيجاب أو بالسلب. صحيح. وطبعا في الغالب هذه الأمور الإنسان يكون له يد فيها. يعني أنا اللي يد في صحتي، أنا ممكن أتسبب حق نفسي في أمراض معينة، إذا أنا كنت مدخن، إذا أنا كنت أكل وايد، ما أهتم صحتي، من النوع اللي ما أتحرك، هذه الأمور كلها قاعد ترجع بالسلب علي أنا، عكس لما أكون أنا مهتم بنفسي بكل الأمور هذه. علشان كذي أنا دائما أقول يعني الفرد هو المسؤول الأول عن موضوع الصحة. جميل جدا. إذا بروح معك أستاذ مشاري ونتكلم عن مفهوم الصحة البيئية والمهنية، ناخذ مفهوم واضح لهذا المصطلح. طبعا أول شيء بالبداية نقول لكم صباح الخير يا حياك، ومشكورين على هذه الاستضافة. للأمان الواحد ما يدري شو يقول، لكن إن شاء الله يا رب نكون ضيوف خفاف إن شاء الله يا رب العالمين. طبعا لما نتكلم عن الصحة البيئية والصحة المهنية، هي عبارة عن تحديد الأخطار اللي موجودة بالبيئة أو اللي موجودة في بيئة العمل. صحيح. فبالتالي أولها هي تحديد هذه الأخطار، ثاني شيء بنقيسها، لأن أنت تقول أوكي أنا عندي هالنوع من الأخطار، لكن كم اللي هو إيش كذا الكمية اللي موجودة عندك ومدى تأثيرها على الإنسان. ثالث شيء نأخذ هالقراءات هذه ونقارنها بالمعايير المحلية والمعايير الدولية. والشيء الرابع اللي هو شلون أني أنا أتغلب على هذه الأخطار بطريقة سليمة، بحيث أني أنا أضمن صحة السكان أو صحة الموظف اللي قاعد في هذه المؤسسة. الشيء الأخير واللي هو الأهم من هذا كله، وناس وايد تغفل عنه، اللي هي المتابعة.
أنا لما أتعب وأشوف الخطر وأقيمه وأقارنه لازم يظل في متابعة. صحيح. فكثر المتابعة راح يخليك أنك أنت تتجنب هذه الأخطار أن تحدث بالمستقبل. هذا بشكل عام التعريف. أستاذ عبد الله، على الرغم من ارتفاع متوسط عمر الأشخاص من 50 إلى 77 عام، ازدادت الإصابة بالأمراض غير المعدية بشكل كبير، كيف نبرر هذا الأمر؟ الأمراض المعدية لها ارتباط كبير جدا في نمط الحياة، نمط حياتك أنت كفرد، اللايف ستايل اللي احنا عايشينه. صحيح. ثلاث أمور أساسية قاعد يسويها الفرد وقاعد فعلا يتسبب حق نفسه مثل ما احنا ذكرنا في البداية بالأمراض الغير معدية. شنو هي؟ أول شيء لازم نعرف شنو هي الأمراض الغير معدية علشان نفهم السؤال بشكل أوضح. حلو. الأمراض الغير معدية عندك مثلا السمنة، عندك مثلا السكر، عندك مثلا الربو، عندك أمور كثيرة. طيب شنو أسبابها؟ شلون نمط حياتنا مرتبط في الأمراض الغير معدية؟ في البداية مثل ما ذكرنا احنا سوء التغذية. سوء التغذية راح يسبب لي شنو؟ سمنة. طيب على فكرة السمنة سبب رئيسي ومحسس قوي. سوء التغذية قوي. انت تقصد سوء التغذية اللي يصير فيه افراط في الاكل. افراط في الاكل او اختيارك للغذاء نفسه. يعني الوجبات السريعة احنا عارفين شنو اضرارها السلبية. صحيح. بدون ما ندخل فيها الكل متفق ان لها اضرار جدا سيئة. طيب السمنة يعني اول شيء ممكن يؤدي ما هو مرض السكر. صح. يؤدي الى مرض السكر، يعني وايد ناس تلاقيهم يصابون بمرض السكر بسبب مرض السمنة. يعني مرض يسحب مرض. طبيعي. طيب غير سوء التغذية عندنا قلة الحركة. ناكل وايد نتحرك شوي. صح. هذه مشكلتنا احنا وايد، يعني لازم هذه موجوده في كل بيت. مجتمعنا بشكل عام يحب الاكل بس حركته بسيطه ويحب الراحه على الاخر يعني. بالضبط. هذه حياتنا احنا دائما كذي. الشغله الاخيره والمهمه هي موضوع التدخين وتاثيره طبعا على الجهاز التنفسي والامور هذه. في بما احنا ذكرنا التدخين في نقطة وايد مهمة. في احنا مصطلحات علمية تقول مثلا الفيرست هاند سموكينج. شنو منو هذا الشخص اللي يسمونه فيرست هاند سموكينج؟ هذا الشخص المدخن. فيرست هاند اسمه الاول. الشخص الاول هو الشخص المدخن. صحيح. ما نبي نتكلم احنا عن هذا. هذا احنا ندري انه عليه اضرار وعارفين. بلا شك. طيب السكند هاند سموك منو هذا؟ هذا مثلا الشخص المحيط بالشخص المدخن. في ثيرد هاند سموك، انا كل هذا اللي قاعد اياه بيوصل حق الثالث. في ثيرد. وعلى فكره في ناس وايد غافله ان في ثيرد. طيب شنو الثيرد هذا؟ هذه انا اول مره اسمعها. نعم. الثيرد هذا الثيرد او الشخص الثالث أو يعني خلينا نقول هذا اللي فعلا يتاثر بطريقه غير مباشره من المدخن. شلون؟ هذه اغلب يتاثرون فيها خلينا نقول الاطفال او في حاله السلام والاحتكاك بين المدخن بعد ما يدخن والشخص الاخر. على سبيل المثال الابو توه داش البيت مدخن برا البيت ودخل البيت شاف ولده الصغير عمره سنه راح حضنه ولما طيب. انت كمدخن العوالق هذه كلها على ملابسك. بالضبط. الاضرار هذه كلها متعلقه، يعني انت لا تتوقع ان دخنت برا وخلاص، يعني انت عيالك واضح من السليم. صحيح. العوالق هذه ايضا لها تاثير على الاطفال. الاطفال وضعهم شويه مختلف عن مو شويه، وضعهم فعلا مختلف عن الناس الكبيره. ممكن يلقط اي شيء وبسهوله. صحيح. فعاد اخذ التاثير هذا شلون، شوف شلون ياثر على الاهل. صحيح. طبعا عكس الشخص كبير لا تاثير عليه، لكن ممكن يصير على المدى البعيد. جميل. إذا بروح معك أستاذ عبد الله وتكلم عن أهم الأهداف للصحة المهنية بشكل مختصر، ناخذ أهدافها. نعم. في البداية لازم أوضح شغلة. إحنا الهدف الأساسي، إحنا عندنا هدف رئيسي وتحته تتفرع السبل خلينا نقول. الهدف الرئيسي هو الحفاظ والوصول إلى مجتمع صحي. حلو. طيب شنو الوسائل؟ شنو الطرق عندنا؟ الوسائل والطرق عندنا كثيرة. أولها وأنا اللي أشوفها أهمها موضوع التعليم. التعليم وتثقيف ووعي ونشر الوعي حق الناس. يعني في اليابان يدرسون مادة اسمها الأخلاق
في المدارس وتكون في الغالب في المراحل المبكرة من المراحل الدراسية عليك نور تكون كتأسيس. مغلط فعلا يعني هو الولد قاعد يتربى عند أمه وأبوه والأمر هذه صحيح، لكن لما أنت تحط المادة هذه كمنهج دراسي للطالب بالعكس راح يدرسها أكثر، راح يهتم فيها أكثر ويطبقها، راح يطبقها راح يلتزم فيها أكثر. خلي يصير هذا كأنه طبع طبع في الفرد نفسه، مو كأنه شيء يبي يدرس له ويبي يمتحن فيه ويمشي. صح. مجرد ما أنك تنشر الوعي للناس أنت حليت خلينا نقول 90% من المشكلة. نشر الوعي تبلش فيها من التعليم، تنتقل حق الميديا. طبعا احنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي ما شاء الله منتشرة بشكل كبير، الكل فعلا الكل يتابع في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن من الناس اللي احنا قاعد نتابعهم يهتم في مثل هذه الامور. صحيح. طبعا ولا يكسرون في الناس خلينا نقول المشاهير في السوشيال ميديا، بس استل في بعض الامور يفضل انها انه يسلطون الضوء عليها. صحيح. استاذ بشاري اذا انتقل لك بنتعرف مع الساده المشاهدين على ابرز امراض البيئه والمهنيه. نعم. طبعا قبل لا اروح حق السؤال هذا ودي اضيف بعض النقاط على الكلام اللي قاله استاذنا، ان لو كل نقول شخصيه مشهوره بالسوشيال ميديا لو على الاقل ما نقول كل يوم، نقول على الاقل بالاسبوع لو يعطي متابعينا معلومه طبيه واحده بس. صحيح. احنا بالنسبه لنا هذا كصحه عامه يعتبر بالنسبه لنا وايد شيء زين، ويعتبر بالنسبه لنا واحد من الاهداف. يعني الاحداث يعني الابحاث اللي توها طلعت تقول لك لو بس على الاقل الانسان يغسل جسمه اي نعم يغسل ايده قبل الاكل وبعد الاكل، يعني ابسط من هذه ما في بعد. صحيح. راح تجنب كثير من الامراض. فاحنا نبي من الجماعه اللي مشهورين بالسوشيال ميديا انه بس يساعدونا بهذه الامور بحيث ان نوصل لاكبر شريحه. ردي على سؤالك اللي هي شنو هي الامراض المتعلقه بالبيئه او في بيئه العمل. طبعا كل مرض له مصدر، وبالتالي احنا عندنا 5 مصادر مشهوره اللي هي المصادر او المخاطر الفيزيائيه مثل الضجيج، الاهتزازات، الاشعاعات، هذه الامور، وكل واحد منهم يسبب نوع من الامراض. صحيح. مثل نقول الازعاج ممكن ياثر على السمع، الاشعاع ممكن انه بياثر على انه يسوي بعيد الشر كانسر. صحيح. وغيره من الامور. عندنا المخاطر الكيميائيه اللي هي مثل المواد الحمضيه والمواد القاعديه، وعندك مثلا عنصر الزئبق. عندنا اخطار متعلقه بالكائنات الدقيقه اللي هي الفيروسات، البكتيريا، الفطريات. والشيء الرابع عندنا تخصص جديد الحين يسمونه علم اللي هو العلاقه ما بين الانسان وما بين المعده اللي هو قاعد يشتغل فيها. قبل كنا نصمم الجهاز وكيفه العامل هذا يا اخي يتخذ الوضعيه كذي، يكون واقف يكون قاعد كيفه لازم يشتغل. الان لا، قمنا نصمم المعده او بالاله بحيث ان توائم الشخص اللي قاعد يشتغل. فبالتالي انا قاعد احافظ على صحه الظهر، احافظ على صحه الركبه او على صحه الجسم كله بشكل. الشيء الخامس وهذا الشيء اللي وايد ناس ما تعرفه او تعرفه بس مو معطته ذيك الاهميه اللي هي الاخطار المتعلقه بالجسم النفسيه. يا جماعه الخير اغلب الامراض اللي قاعده تصير فينا سببها نفسي. صحيح. اذا انا ما اوفر حق الشخص اللي يشتغل عندي كموظف البيئه الامنه، البيئه السليمه، البيئه. صح. اللي اضمن انه يرجع باكر حق بيته مثل ما ياني الصبح. صحيح. لا اكثر ولا اقل. مراعاه هذا الامر شيء مهم جدا. وثاني شيء لازم لازم تسمع. انت كصاحب شركه، كصاحب معرض، انت قاعد داخل المكتب ما قاعد تتعامل مع الاقطار. لازم تسمع منهم لو ما على الموظفين بحيث انه يكون في هناك انتاجيه ومردود ايجابي على على هذا على هذا سواء القطاع او هذه الهيئه او حتى الاعمال الخاصه. صح. شادينا كل الشكر لضيوفنا الأستاذ عبد الله ناصر صفر مدرس مساعد في قسم البيئة والصحة المهنية في كلية الصحة العامة بجامعة الكويت،
والأستاذ مشاري القلاف طالب ماجستير في تخصص الصحة المهنية والبيئية. شكرا لكم تواجدكم معنا. حياكم الله. مع هذا اللقاء الجميل وصلنا إلى ختام حلقتنا لصباح اليوم صباح الخير يا كويتي. هذا اليوم البيت العامر كويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر. كنا بكون دايم. سلام. إلى اللقاء.